ولتسليط الضوء على مستجدات الأحداث في ميانمار عقب الانقلاب الذي قام به الجيش، معنا من لوزيرن رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان في سويسرا عزيز عبد المجيد الأركاني، مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، سيد شكرا عزيز على الاستضافة. حياكم الله. سيد عزيز، انقلاب مفاجئ قام به الجيش في ميانمار، ما الأسباب الحقيقية لهذه الخطوة من الأطراف المستفيدة من هذا الانقلاب، لا سيما أن الجيش يملك نفوذا كبيرا في الحياة السياسية هناك؟ نعم، كما ذكرتم في تقريركم، يعني الآن لا توجد هناك أسباب حقيقية جوهرية يعني تدعو إلى الانقلاب على الحكم المدني الصوري القائم في البلاد. نعم طبعا، الآن العسكر قدم تبرير أو كمسوغ للانقلاب، فقال هناك تزوير للانتخابات، وعن طريق التزوير فاز الحزب رابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تزعمها أونغ سان سوشي، فازت بنسبة أكثر من 80%. نعم، وهذه عن طريق التزوير. طيب تمام، لو قلنا أن هذه صحيحة، طيب ما الضرر الذي لحق بالجيش؟ أصلا كما ذكرتم في تقريركم أن الجيش يتمتع في داخل البرلمان تحت أي ظرف، سواء البرلمان الحالي السابق والقادم إلى ما لا نهاية، وفقا للدستور الذي صممه الجيش لصالحه تقريبا 25% من مقاعد البرلمان، بالإضافة إلى 3 وزارات سيادية، وهي وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، ووزارة الأمن. وكل وزارات سيادية لا تخضع للحكومة برئاسة أونغ سان سوشي، بل هي تخضع لسلطة الجيش مباشرة. طيب إذا كان نفوذ الجيش بهذه الدرجة من القوة، ما الذي خسر الجيش من تزوير الانتخابات أو بتعديل هذا وضع المقاعد في داخل البرلمان؟ لا شيء، وإنما سوق الأمر من أجل تقديم تبرير، فلا يوجد هناك أصلا سبب يعني يدعو إلى يعني القيام بالانقلاب، وإنما هو يعني الهدف من أجل السيطرة من قبل هؤلاء الجنرالات المهوسين للسلطة منذ أمد طويل. فهؤلاء يعني لا يعني لم يأتوا اليوم إلى 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 إلى, إلى الحكم، إلى يعني الاستيلاء على السلطة من يعني باب فراغ، وإنما اعتباطا، وإنما هنالك كانت خطط مدروسة موضوعة يعني للوصول إلى هذه المرحلة. وحتى أونغ سان سوشي عندما استدرجوها لمستنقع الحكم في هذا في بورما، كان بتخطيط من أجل إحراقها سياسيا من قبل هؤلاء الجيش. لماذا؟ لأن أونغ سان سوشي كانت تحت الإقامة الجبرية لمدة 19 سنة قبل انتخابات، قبل استدراجها إلى السلطة، فهي كانت دائما تشكل شوكة في يعني شوكة بالنسبة للعسكر، وكان بسببها الدول الغربية تمارس الضغوط، والدول الغربية اعتبرتها بطلة. طيب سيد عزيز، كيف تتوقع أن يتعامل المجتمع الدولي مع الوضع الجديد هناك؟ نعم، المجتمع الدولي يعني الآن في الفترة الراهنة في العقود الحالية تقريبا منذ 30 سنة، الانقلابات أصبحت نوع من يعني ممارسات مرغوبة من المجتمع الدولي، حتى في أكثر الدول تخلفا، حتى في الدول في الجمهوريات الموز، ولا في يعني مجاهيل أفريقيا، الانقلابات غير مرغوبة، وبالتالي المجتمع الغربي سوف ينتقد، ولكن يعني ما حدود الانتقاد؟ المجتمع الغربي سوف يمارس الضغوط، ولكن ما حدود هذه الضغوطات؟ طبعا الآن يعني الطغمة الحاكمة في بورما أو الطغمة العسكرية التي استولت على الحكم في بورما، وهي لم تلجأ إلى هذه الخطوة إلا بعد دراستها عن كل جوانب التي سوف هم يواجهونها، منها يعني ضغوطات المجتمع الدولي. نعم. طبعا دول المنطقة يعني الآن في بورما أو منطقة التي تقع في بورما لا توجد مثل يعني المنظمة مثل منظمة الوحدة الأفريقية. إذا هنالك في قارة أفريقيا إذا وقع انقلاب، المنظمة تعلن يعني مقاطعة هذه الدولة ويعني وشط بها من منظمة. والآن في داخل المنطقة المنظومة التي تقع فيها
بورما هي منطقة آسيان، وهل آسيان تلجأ إلى هذه الأساليب تعليق ضيوف بورما؟ لن تلجأ، لن تكون هناك ضغوط حقيقية من الدول الإقليمية، والدول التي سوف تكون هي من الدول الغربية، الدول الغربية تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. بورما لا تخاف إلا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا أيضا يعني ضغوطها لن تكون أكثر مما هو يعني مما هو يعني أمريكا تخطط للوصول إلى هذه، لأن أصلا هذه التغمة استندت في الانقلاب يعني الدعم الصيني الكبير لهم، وبالتالي إذا أمريكا مارست الضغوط فهذه التغمة فترتمي إلى جانب الصين، والصين عندها خطة استراتيجية لاحتواء دول منطقة، وبورما في قلب هذه الاستراتيجية، وبالتالي أمريكا لن تمارس ضغوطا حقيقية، بمعنى أن الضغوط تؤدي يعني إلى إذاء هؤلاء العسكر. نعم، وهذا كله ربما ينعكس على يعني أوضاع المسلمين هناك التي كانت في غاية السوء قبل هذا التطور الجديد والانقلاب الذي حصل. يعني يبدو أنها سيكون هناك انعكاسات، ما بتوقعاتكم ماذا تتوقعون بهذا الاتجاه؟ طبعا يعني الروهينجا هؤلاء يعني بالنسبة يعني للتعامل الحكومات البورمية العسكر أو الحكومة التي يعني الآن يعني تحت التي يعني يعني تم يعني القضاء عليها عن طريق الانقلاب، هؤلاء كلهم متفقون بسياسة واحدة تجاه الروهينجا، فيعني سياستهم معروفة يعني سواء هؤلاء ولا هؤلاء، فكلهم متفقون فكلهم على شاكلة واحدة. ونحن نقول كروهينجا الآن بعد ما جربنا هذه الحكومة تحديدا هذه الأيقونة التي يعني أحيطت حولها أساطير كثيرة على المستوى الدولي. نعم. من قبيل الديمقراطية ويعني السياسية البراغماتية والمناضلة السلمية وكثير من الأمور، وحتى يعني منحت جائزة نوبل كما تعرفون. صحيح. هذه يعني كلها أكذوبة، كلها يعني تضليل يعني أو يعني تكبير أكبر من حجمها، فهي لا تستحق هذه الأمور، وهي أيضا يعني تربت في بيت عسكري وكان أبو الاستقلال وكان جنرال في الجيش، وهي يعني هي أقليتها ويعني وتوجهها وأيديولوجيتها هي متفقة مع العسكر تماما، فبالتالي هي يعني داخل منظومة العنصرية تجاه الروهينجا، فهي يعني ما قامت بشيء وبل دافعت عن هذا جرائم الجيش. فيما بعد ذلك أستاذ عزيز، ما المتوقع يعني الآن كيف سيتعامل؟ كأنك تقول أن شيئا ما لن يتغير في سلوك هذا الجيش أو الحكومة تجاه المسلمين هناك. لا، هو يعني سوف يكون هناك نوع من الضغوط يعني الحكومة على الطغمة العسكرية الحاكمة الآن، يعني والقضية الروهينجية تكون في صلب هذه الضغوط. لماذا؟ الدول الغربية عندما يعني تقدم الحجج والبراهين لانتقاد هؤلاء الجنرالات سوف يقدمون قضية الروهينجا كنموذج للقمع والاضطهاد. نعم. والقتل والتشريد. تمام. وبالتالي فهؤلاء الخمسة من جنرالات الذين يحكمون الآن هؤلاء متهمون أصلا من قبل محكمة العدل. طيب سيد عزيز، وصلت الفكرة في هذه النقطة، الإدانة الدولية للانقلاب والصمت عن الجرائم ضد الروهينجا، ألا يعد هذا ازدواجية ونفاقا من المجتمع الدولي؟ نعم، دائما هناك يعني الكيل بمكيالين، ويعني دائما في القضايا الدولية فنجد نعم الأزمة أو المذبحة التي تعرضت يعني الشعب الروهينجي في بورما هي يعني من الجرائم القليلة على مستوى العالم وبل في التاريخ. نعم، بالرغم ذلك وهذه المذبحة وهذه الجرائم لم تنال يعني الاهتمام الدولي مثل ما نالت هذه الخطوة، خطوة الغبية من قبل الجيش. يعني فالمجتمع الدولي وبل دول فاعلة هي حريصة على يعني ديمقراط بورما أكثر من القضاء على شاب بكامله، بالتالي فهذه الدول فهذه يعني القوة دائما تكيل كيالين، وخاصة في قضايا. نعم. الأقليات التي مثلنا نحن في بورما وأراكان. نعم، أشكرك جزيلا سيد عزيز، كنت معنا في هذه المقابلة. سيد عزيز عبد المجيد الأركاني، كنت معنا من سويسرا حول هذا الموضوع، موضوع الانقلاب. شكرا جزيلا لك.